وإلى كرة السلة، حيث يلتقي فريق كرة السلة بنادي سبورتنج سيدات مع كي بي إي الكيني في نهائي البطولة الإفريقية التي يستضيفها الفريق السكندري، وتقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء، والمباراة هتكون مذاعة على شاشتنا، شاشة أون تايم سبورتس 2. وصعد فريق سبورتنج إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنتر كلوب الأنجولي في مباراة نصف النهائي.